السلام عليكم، مساكم الله بالخير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات سؤال وجواب. معاكم دكتور صيدلي عصام شومان. من اكتر الاسئله اللي بتسالها هي عن موضوع الحبوب اللي تحت الجلد. ان شاء الله في حلقه النهارده هنوضح كل حاجه عن الموضوع ده بالتفصيل. بس قبل ما نبدا طبعا، لو انت عندك اي سؤال او استفسار او اقتراح اكتبيه في التعليقات تحت الفيديو، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، واللي منكم لسه ما اشتركتش في القناه تضغط على السبسكرايب وتشترك دلوقتي حالا، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجايه باذن الله. اولا لازم نفرق بين حاجتين. في فعلا نوع من حب الشباب اسمه الحبوب اللي تحت الجلد، او بنسميه البلايند اكني او البلايند بيمبلز، والنوع ده من الحبوب بيتكون لنفس الاسباب اللي بتسبب الحبوب العاديه. يعني برضو بيكون عندنا زياده كبيره جدا في افراز الدهون، والدهون الزايده دي بتبدا ان هي تتجمع وتتراكم داخل المسام، ويتراكم كمان معاها الاوساخ والشوائب والاتربه وخلايا الجلد الميته، فبتكون عندي بيئه خصبه جدا لتكاثر البكتيريا اللي بنسميها بكتيريا البي اكني، فبيحصل التهاب وبتتكون حبايه. بس الحبايه اللي تحت الجلد ما بيبقاش ليها راس ظاهره زي الحبوب العاديه. الحبوب العاديه بنشوف ليها راس كده ظاهره بتبقى يعني لونها ابيض ومتعبيه بالصديد، انما الحبايه اللي تحت الجلد دي بتبقى حاجه مدفونه تحت الجلد، وبتبقى عاملة كأنها زي الكلكيعة كده أو زي الانتفاخ، ولما بندوس عليها بنحس إن هي حاجة مؤلمة ومزعجة جدا. دي هي الحبوب اللي تحت الجلد، واللي بتختلف تماما عن حاجة تانية بنسميها الفنجل أكني أو الحبوب الفطرية، اللي هي بتكون عبارة عن حاجة عاملة كده زي الفسفيس المنتشرة بكثافة خاصة في منطقة الجبهة وفي أطراف الوجه، وغالبا بتكون مصحوبة بحكة، إحساس كده بالحكة والهرش وباحمرار. دي مسألة مختلفة وبتكون نتيجة عدوى فطرية بنفس الفطر اللي بيسبب القشرة في فروة الرأس اللي اسمه فطر الملاسيزيا. عشان كده الاسم العلمي للحالة دي هو ملاسيزيا فوليكولايتس، أو التهاب البصيلات الناتج عن الإصابة بفطر الملاسيزيا، ودي ما هياش حالة حب شباب خالص وعلاجها مختلف تماما. فالنهاردة احنا هنركز وهنتكلم عن حالة الحبوب اللي تحت الجلد اللي هي نوع من انواع حب الشباب. هنتصرف مع الحالة دي ازاي؟ اول حاجة اياكي تضغطي على الحباية دي او تحاولي انك تفعصيها بايدك. انت لو عملت كده انت هتنقلي العدوى من مكان الحباية دي لاكتر من مكان، وهتزودي الحبوب، وكمان ممكن تزودي الالتهاب في الحباية دي ذات نفسها. فلو زودت فيها الالتهاب والحباية دي التهبت جدا، ممكن ان هي تسيب مكانها اثر وندبة هيكون من الصعب جدا علاجها. فبعدي ايدك تماما عن الحبوب اللي في وشك، سواء كانت حبوب عادية او حبوب تحت الجلد. تاني حاجة الكمادات الدافية. الكمادات الدافية الحقيقة من الحاجات المفيدة جدا جدا في حالات الحبوب اللي تحت الجلد. هتجيبي حتة قماشة نظيفة وتحطيها في مية دافية، وبعدين تبدأي تعملي كمادات على بشرتك، وتركزي بالذات طبعا على الأماكن اللي فيها الحبوب اللي تحت الجلد دي، وتسيب الكمادة دي على بشرتك من 10 دقايق ل 15 دقيقة، وتكرري الموضوع ده من 3 ل 4 مرات يوميا. الكمادات الدافية بتخلي الالتهاب والتورم يبتدي ان هو يخف ويقل، وكمان بتساعد على ان الصديد اللي متجمع جوه الحباية المدفونة تحت الجلد دي ان هو يبدأ كده يفك ويطلع. فبصراحة الكمادات الدافية من الحاجات المفيدة جدا جدا. تالت حاجة الحقيقة ان حالة الحبوب اللي تحت الجلد دي محتاجة لتقشير. هي من اكتر الحالات اللي فعلا بتحتاج تقشير، وافضل مادة ممكن تساعدني على التقشير في الحالة دي هو ايه؟ حمض الساليسيليك طبعا، لان حمض الساليسيليك زي ما انتم عارفين من اهم مزاياه ومن اهم خواصه ان هو عنده يعني انجذاب كبير للدهون. الدهون بتكون عاملة بالنسبة له زي المغناطيس، فلما بنستخدم حمض الساليسيليك على بشرتنا بيروح على طول بشكل مركز على الأماكن اللي فيها تجمعات وتركيزات عالية من الدهون، فيروح للمسام ويروح للحبوب اللي تحت الجلد دي، ويبدأ ان هو يشتغل هناك ويعمل التقشير بتاعه. والتقشير ده هيكون مفيد جدا طبعا عشان يساعدني ان الحباية برضو اللي بتكون مدفونة تحت الجلد دي ان هي تقدر تطلع الدهون والصديد اللي متجمع
جواها. عشان كده لو انت عندك حبوب تحت الجلد فافضل غسول ممكن تستخدميه هو واحد من دول، يا اما فيشي نورمادرم فايتو سوليوشن كلينزنج جل، او سيرافي رينيوينج اس اي كلينزر، او ذا انكي ليست ساليسيليك اسيد كلينزر. ولو عاوزين حاجة سعرها ممكن يبقى اقتصاد شوية فعندنا النيوتريجينا الاويل فري اكني ووش، دي كلها غسولات بتعتمد بشكل اساسي على حمض الساليسيليك، اختاري واحد منهم واستخدميه بشكل منتظم مرتين كل يوم، هيبقى ممتاز جدا لحالة الحبوب تحت الجلد. كمان عندنا مستحضرات بيكون فيها حمض الساليسيليك بشكل مركز شوية برضو ممكن اللي احنا نستخدمها وتساعدنا جدا، ومعظمهم انا اتكلمت عنهم في القناة قبل كده، زي مثلا لاروش بوزي افاكلار سيرم كونسنتريت اللي هو الجديد، وكمان الفيشي نورمادرم الفايتو سوليوشن دبل كوركشن، وعندنا كمان الاوردينري ساليسيليك اسيد 2% سواء السيرم او سواء القناع. هو في منه يعني شكلين، في سيرم وفي قناع، الاثنين ممتازين جدا والاثنين فيهم تركيز عالي من حمض الساليسيليك. استخدام المنتجات دي بانتظام فعلا هيساعد جدا سواء في التخلص من الحبوب اللي تحت الجلد او حتى بعد ما نتخلص منها، استخدامهم برضو بانتظام هيساعدني ان الحبوب دي ما ترجعش تتراكم وتتكون مرة تانية. فممتازين جدا المستحضرات اللي بتحتوي على حمض الساليسيليك. ولو الحالة منتفخة او ملتهبة مفيد جدا كمان اللي احنا نستخدم حاجة بتحتوي على مضاد حيوي ندهنها بشكل موضعي على الجلد، وافضل مضاد حيوي للحالات دي هو اللي اسمه كليندا مايسين، وبالذات لما يكون موجود على شكل جل، زي مثلا عندنا حاجة اسمها كليندا سول، الكليندا سول جل ده ممتاز جدا، وكمان عندنا حاجة اسمها ميداسين تي جل. ويا سلام بقى لو نستخدم مع المستحضرات اللي بتحتوي على مادة الكليندا مايسين دي نستخدم كمان معاها برضو جل يكون بيحتوي على مادة البنزويل بيروكسايد، زي مثلا عندنا البنزاك اي سي او البانوكسيل او الاكنيروكسيد، دي كلها انواع جل بتحتوي على مادة البنزويل بيروكسايد. نجيب على طرف صباعنا كده شوية من ده الكليندامايسين جل، ونجيب شوية من البنزويل بيروكسايد جل على طرف صباعنا، ونبدأ اللي احنا ندهن على المناطق اللي فيها الحبوب اللي تحت الجلد مرتين كل يوم، دي الجرعة المعتادة او على حسب طبعا وصف الطبيب. دول من المستحضرات اللي بيكونوا فعالين جدا في التخلص من حالة الحبوب اللي تحت الجلد وبيجيبوا نتائج ممتازة جدا. برضو من الحاجات اللي ممكن نستخدمها وبتكون فعالة جدا خاصة لو الحالة مستعصية والحالة يعني منتشرة وزايدة جدا، طبعا كبسولات الايزوتريتينوين زي مثلا الرؤكيوتان والنيتلوك والكيوراكني والحاجات دي كلها، بس طبعا الحاجات دي لازم تكون بوصف الطبيب وتحت اشرافه لان ليها اثار جانبية كتير زي ما حضراتكم عارفين. في كمان اجراء ممكن ان هو يتعمل في العيادة، وهو اننا نفتح الحباية اللي تحت الجلد دي ونطلع الصديد والدهون اللي متجمعة جواها، ولكن طبعا الموضوع ده لازم يتم عن طريق طبيب او طبيبة جلدية، ما نروحش كده عند اي حد يعمل لنا الموضوع ده، صالونات تجميل ومش عارف ايه، لا لازم يكون حد مختص هو اللي يعمل لنا الموضوع ده عشان ما يحصلش اي مضاعفات. دي كده كانت اهم النصايح واهم المستحضرات والادوية والاجراءات اللي احنا ممكن نعملها عشان نتخلص من مشكلة الحبوب اللي تحت الجلد. وبفكركم مرة تانية المشكلة دي مختلفة عن موضوع الحبوب الفطرية او الفسافيس الصغيرة اللي بتظهر في الجبهة. لو عاوزين نتكلم عن موضوع الفسافيس الصغيرة ده اكتبوا لي كده في التعليقات، لو شفت ان في ناس كتير طلب الموضوع ده ان شاء الله رب العالمين هعمل لكم فيديو تفصيلي عنها واشرح لكم كل حاجة تعرفكم ازاي تتخلصوا من المشكلة دي بشكل صحيح بإذن الله. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، ما تنسوش لو كان عجبكم الفيديو ده اللايك، اللايك دي حاجة بتدعمني جدا، تعملوا شير ومشاركة للفيديو ده مع كل أصدقائكم، اللي لسه منكم مشتركتش في القناة تضغط على السبسكرايب وتشترك دلوقتي حالا وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجاية بإذن الله، والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوها ظاهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة، ولو حابين تتواصلوا معايا بشكل مباشر هتلاقوا طرق التواصل مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو، ونشوفكم دايما على خير بإذن الله، في أمان الله.